بونجور لي زامي، مرحبا بكم في واحد الفيديو جديده. كنرحب بكاع الناس اللي دخلوا عندي في القناه ديال الزيتونه لايف. في هذه القناه هذه كنشارك معكم التجربه ديالنا في المزرعه ديال الزيتونه، وكنوريكم شنو هما الحويجات اللي صدقوا لينا وشنو هما الحويجات اللي ما صدقوش لينا، باش حتى نتوما تستافدوا من هذه التجربه. في هذا الفيديو هذه غادي نحاول نجاوب على اكثر الاسئله اللي كطرحوهم عليا، ديال كي دايره الخدمه عندكم، شنو دايرين مع الخدامه، واش كاين الامان ملي كتشريو السلعه. يعني غادي نحاول انني نجاوب على هاد الاسئله هادو ونعاود لكم على التجربه ديالنا حنايا. زيتونه بطبيعة الحال كما كاع الناس فاش كياخذوا المزارع ولا فاش كياخذوا الاراضي الفلاحيه وكيبغيو يبداو كمشروع ولا باغينها مثلا كهوايه، اول حاجه كيديروا هي لي زانستالاسيون الكبارين، يعني التجهيزات الاساسيه. ملي كتاخذ الارض ضروري كدير داك السياج، ضروري كتحفر البير، ضروري كتحاول انك دير لي زانستالاسيون، دير الدويره ديالك مثلا، كدير السقي، كدير سيستم ديال الكوتاغوت. مهم كتحاول انك داك التجهيزات الكبيره كديرها في الاول باش من بعد كتهنى. اول حاجه بالنسبه لهاد المشتريات هادو منين يمكن لكم تشريوهم، يعني بالنسبه للسيستم ديال السقي، الفانات، الكوتاغوت، السينتا، داكشي كامل كل ما يخص السقي راه غادي تلقاوه على حسب المنطقه اللي تابعين ليها نتوما. في كل بلاصه في المغرب غير كتخرجوا من المدن الكبارين في البوادي وفي النواحي راه دائما كيكون واحد الفيلاج ولا كتكون واحد المدينه ولا شي حاجه بحال هكا اللي قريبه للبوادي والنواحي، واللي كيكونوا فيها اصحاب المواد الفلاحيه والادوات الفلاحيه. تما فين غادي تلقاو داكشي كامل اللي كتقلبوا عليه. تقدروا تلقاو لي سيستم ديال الساقي، تقدروا تلقاو الماتيريال باش كيتفلحوا، تقدروا تلقاو حتى لي بانو سوليغ، الزريعه، السماد، اي حاجه كتقلبوا عليها، اي حاجه كتخص الفلاحه غادي تلقاوها عند هاد الناس هادو في المحلات ديالهم. المهم هو انه تجهوا دائما البلاصه اللي نتوما تابعين ليها، الفيلاج ديالكم ولا المدينه اللي تابعين ليها باش تلقاو هاد السلعه هادي. ولا ما لقيتيوهاش عاد داك الساعه تقدروا تقلبوا في بلايص واحد اخرين، الانترنت مثلا، الا طبيتيو غير في ماركت بلايس ديال فيسبوك راه كتلقاو العجب فيه. ثاني سؤال اللي كيسولوه ليا الناس بزاف من غير السلعه منين نشريوها هو اليد العامله شنو كنديروا فيها. هاد اليد العامله هادي احنا جربنا بزاف ديال لي فورمول وخرجنا بواحد النتيجه. اول حاجه اللي درناها هي انه اتجهنا اولا للجيران ديالنا، يعني الناس اللي ساكنين حدانا، ولاد البلديه، ولاد المنطقه، الناس اللي ساكنين حدانا في المزرعه هما اللي طلبنا المساعده ديالهم باش يخدموا معنا، ماشي مساعده فابور. فطلبنا منهم انهم يخدموا معنا، ومهم كانت الامور غاديه مزيان. غير هو المشكل اللي كاين كيكون واحد الاختلاف في الاراء فما قدرناش نكملوا معاهم، لهذا اتجهنا باش انه ناخذوا مثلا يد العامله اللي كتكون بيرمانون، يعني واحد الشخص اللي كيكون ساكن عندك تما في المزرعه. هاد الشخص هذا كتكون داير ليه بطبيعه الحال اما براكه اما دار، شوف انت على حسب المجهود ديالك وعلى حسب شنو بغيتي دير ليه. اون توكا كيكون جالس في واحد البلاصه ديالو خاصه به، البيت خاص به، تشوف داك ساعات الدوش، كوزينه، داكشي كامل شي حاجه اللي كتفق ليها انت وياه. هاد الشخص البيرمانون كيكون ساكن عندك تما، كتشوف يتكلف لك مثلا بالعصاب، السقي، بالسريع، وزيد وزيد على حسب. المهم كيبقى هادشي كامل داخل في اطار الاتفاق الاولي اللي غادي ديرو مع هاد الشخص. هاد الشخص هذا مالوغوزمون حنايا هادو اللي كاملين اللي كنا خدمناهم كيجيو كيبقى واحد شهر، شهرين، ثلاث شهور، ما كيكملوهاش وكيمشيو لاسباب شخصيه كترجع ليهم ماشي لينا حنايا. فجربنا واحد جوج ولا ثلاثه ديال الناس بحال هكا، يعني جاو جلسوا وسكنوا وبداو الخدمه وعلمناهم شنو خاصو يدار شنو ما خاصوش يدار، يعني بدينا معاهم بحال واحد لا ميني فورماسيون على حسب حنايا شنو الخصائص فين عندنا وشنو لو بيزوان اللي عندنا. وصافي يعني مالوغوزمون ما كملاتش هاد التجربه هادي في هاد ثلاثه الاشخاص ولا اربعه الاشخاص اللي دازوا لينا، كلهم كان عندنا نفس المشكل، كدوز واحد الوقيته وكيمشيو. بعد ما جربنا الجيران وجربنا لي بيرمانون وصلت واحد النتيجه، هو انه اللي دابا كنجيب العيالات اللي كيخدموا بالنهار لي جورنالي اولا العطاش على حسب. ملي كتكون واحد لاطاش اللي كبيره مثلا كنجيب شي راجل ولا جوج اللي كيجيو كيتكلفوا ليا بهذيك لاطاش وكنخلصهم على حسب داك لاطاش اللي غادي يديروها. مؤخرا وليت كنجيب حتى العيالات لانهم كيخدموا مزيان وكيخدموا ما كيحبسوش والخدمه ديالهم نقيه، واللي قلتيها لهم الحمد لله كيديروها. كاينين عيالات عندنا في المنطقه كنصيفط لهم المركوب كيجيو كيخدموا داكشي اللي قلتو ليهم، نقيه الربيع، الزراعه، الزبير، يجني، اي
حاجة يعني كل شيء الحمد لله كيقدروا يديروه. وهذه شي حاجة اللي أنا بالنسبة لي جاتني مزيانة، لأنه أولا كيخدموا عندهم التوقيت ديالهم، ما كيبقاوش دائما كاينين تما. ثانيا كيجيو كيخدموا نهار وكيمشيو، ماشي كيبقاو جالسين كيقول هذا النهار لما درتش هذه غدا غادي ندير هذه. وثالثا الصراحة كيخدموا من نيتهم، فأنا بالنسبة لي واخا هما لا جيتي تحسب الثمن ديالهم كيتقام شوية زايد على ملي كيكون عندك واحد ساكن عندك تما سير بلاص، ولكن الخدمة كدار وكدار مزيان. غادي تقولوا لي دابا لما كان شي حد لي عندك تما بيرمانون، كيفاش كديري في العسا، كيفاش كديري في السقي، كيفاش كديري في هذه. يعني حاولنا ان احنا نفرقوا داك ليطاج على بزاف ديال الناس في المنطقه، وبهذه الطريقه هذه ما كيكونش واحد اللي مكلف. يعني حتى الا ما كانش هو كلشي كيتبطل، تقدر تعطي مثلا العسا لواحد السيد، وتعطي السقي لواحد السيد واحد اخر، ونهار غادي تحتاج انه يدجنا اولا تزرع، اي نهار انا تحتاج انه تجني ولا تزرع ولا تصبر اولا تقدر تجيب شي واحد اخر اللي غادي يتكلف لك بهذه المسائل هذه. وحنا بالنسبه لينا هذا هو احسن حل. كاين بزاف ديال الناس، وكانت واحد السيده بقى عاقله عليها، كانت حضراتني قالت لي ربي بالك راه الا جا عندكم شي واحد وسكن معاكم لواحد المده مثلا ما تفهمتيهوش، ولا وقع بيناتكم خلاف، ولا وقعت شي حاجه بحال هكا، وكاينوا دول المشاكل، وياما منهم اللي وقع عليهم صداع ومشاو للمحاكم وخلصوا فلوس الصحاحين باش يخرجوا هاد الناس هادو من عندهم من المزرعه. فلهذا انا كنفضل انني نيفيت هاد المشاكل هادو. إذا كان شي حد معقول يقدر يجي ويخدم الفورمومي وهو مرحبا، ما كان شيء. أنا بالنسبة لي أحسن حل هو العطاشة واللي كيخدموا بالنهار. السؤال الآخر اللي كيسولوا لي بزاف ديال الناس هو الزراعات، أشنو الزراعات اللي درتي وشنو الزراعات اللي غادي يصلحوا لينا. هذا السؤال هذا ما عنده شي جواب محدد، لأنه على حسب المنطقة اللي انت فيها، على حسب المناخ اللي انت فيه، على حسب التربة ديالك، على حسب المياه واش كاينه ولا لا، على حسب بزاف ديال الحوايج. يعني هاد المسائل هادي خاصك تبحث فيها وتعرف شنو غادي دير. شوف بعدا الناس اللي عندكم في المنطقة شنو زارعين باش تقدر تفهم شنو هما الحوايج اللي زادقين ليهم وشنو هما الحوايج اللي يقدروا يخدموا لك حتى نتايا. سول على راسك، بحث، عيط للدي تكنيسيان، عيط للخبيرين، عيط للناس اللي مختصين في هاد المجال هذا باش تقدر دير اختيارات اللي تكون صائبة وما تكونش فيها شي اخطاء وما يكونش عندك شي مشاكل من بعد. الحال في الاول فاش كتبدا كتزرع ضروري كيكون عندك شي خسائر، لا في الاشجار لا في الخضروات، الا كنتي كدير التربيه ديال المواشي ولا ديال الدواجن اولا ديال النحل او ضروري كيكون عندك شي اخطاء. يعني ضروري خاصك ترد البال من هاد الحويجات هادو وتعلم سورتو من الاخطاء اللي غادي ديرهم. يعني هو صعيب صراحه ملي كتكون داير واحد الانفستيسمون فشي حاجه ديال الوقت وديال الجهد، وعندك واحد الحلم بغيتي توصل ليه وفي الاخير ما كتوصليش، كتجيك شويه صعيبه دغيا يقدروا يطيحوا كتافك. ولكن ماشي مشكله، الانسان خاصو يستافد وخاصو يتعلم ويحاول دائما انه يطور من نفسه. كيكونوا شي اخطاء من طبيعه الحال، اما كيكون عندك فائض في الانتاج، اما كيكون عندك نقص في الانتاج، اما كيكون عندك مشاكل في الساقي، اما كيكون عندك نقص في المكونات اللي محتاجاهم النبته، اما يعني بزاف ديال الحوايج اللي كتقدر توقع فيهم. ما بين النظري والتطبيقي كاين واحد العالم كبير في هذا الميدان هذا، فلهذا ضروري خاصكم تجربوا باش تحكموا براسكم. كما انتم عارفين ومتبعيني، حنا كنديروا الخضروات، عندنا الاشجار مازال ما بداوش كيعطيو بزاف، عندنا الدواجن، عندنا النحل. الاغلبيه ديال الناس فاش كيبداو في هاد الفيرمات وكيقول لك انا بغيت ندير قفه بيو، بغيت نبيع الخضره بيو، كيتحاب لهم راه شي حاجه سهله، وهي شي حاجه من ما بين اصعب الحوايج اللي كاينين. علاش؟ لانه الناس في الكونفونسيون اش كيديروا، كيديروا الفلاحه مثلا كيجي كيدير النعناع، كيجي كيدير البطيخ، كيجي كيدير يعني حاجه ولا جوج ولا ثلاثه في المزرعه ديالو، ما كيديرش كلشي. انت الا بغيتي دير كلشي راه واحد الخدمه خطيره، لان كل حاجه فوقتاش خاصها تزرع، كل حاجه والخدمه ديالها، كل حاجه كيفاش خاصك تخدمها، كل حاجه فوقتاش خاصها تجنى وطايه وتزبر وتهدي. يعني كاين واحد المجهود. المشكل اللي كاين هو انه هاد القفه باش تكون مشكله راه مستحيل تخرج، ماشي مستحيل باش ما نكونوش غلطين، ممكن، غير هو صعيب باش انه مزرعه وحده تخرج لك واحد القفه مشكله. ايكولوجيه ما كنهضرش انايا، لا كنهضر عليها ايكولوجيه، يعني دير فيها قزبر، دير فيها كاع الانواع ديال الاعشاب، قزبر معدنوس ربيع، قزبر معدنوس كرافس، نعناع، الاعشاب المنسمه، دير فيها كاع انواع ديال الخضروات ديال لا سيزون، ودير فيها البيض، ودير فيها يعني هاد المسائل هادي راه ممكنه ماشي مستحيله. غير هو باش توصل لهاد النتيجه ديال كل سيمانه تخرج واحد العدد ديال القفات ويكونوا مشكلين ويكون فيهم كاع الخضروات ديال الفصل، شي حاجه اللي كتبغي واحد التمرين واحد شويه، وكتبغي واحد الصبر، وكتبغي واحد النظام. سورتو كما قلت لكم دير قفه كامله اللي غادي ترضي المغربي
صعيب. فلهذا دائما خاص الفلاح يخدموا بتعاون مع بعضياتهم، يكون واحد عنده مثلا البطاطا اكثر يعطي الاخر اللي عنده الزرع اكثر، يعطي الاخر اللي عنده مطيشه اكثر يعطي الاخر اللي هذه. بهذه الطريقه هذه انت ما كيبقاش عندك الخصاص والاخر ما كيبقاش عنده الفائض، والقفه ديال داك المشتري كتكون متكامله وكيمشي فرحان. اللي بزاف ديال الناس كيسولوا ليا كيقولوا ليا بالنسبه للامان وبالنسبه لا سيكوريتي كي دايره عندكم تما، اللي نقدر نقول لكم هو انه الحمد لله حنا المنطقه اللي كاينين فيها يعني ما فيهاش هاد المشاكل ديال السرقه بزاف، واخا كنسمعوا يعني الناس اللي كيتسرقوا في النواحي ديالنا حنايا ولا في جيراننا بعادين شي شويه، كاينين الناس دائما اللي كيتسرقوا، هادي حاجه باينه. ولكن زعما باش نقول لك بواحد النسبه عاليه اكثر من المدينه ولا اقل من المدينه ما نقدرش نحكم صراحه. انا كنلاحظ انه السرقه كاينه اكثر في المدينه، لان منه بحكم الاكتظاظ الباديه كيكونوا الناس فيها ساكنين من بعدين ماشي بحال. السرقه دائما كتكون على حسب اللي فهمت انا، اما كيجيو كيسرقوا لك الدار ديالك اما كيسرقوا لك المواشي ديالك، دونك هادو هما المسائل اللي يقدروا يعني تقدر تخاف عليهم. اما باش تكون انت مثلا غير غادي في البلاد وغادي في الزنقه، ما غاديش نقولوا الزنقه، غير غادي في الطريق وشي حد اللي غادي يجي ويتعرض لك، وهذا في الحقيقه ما كاينش هذا المشكل كاع، لان الناس كيكونوا طيبين والمغاربه بطبعهم كيكونوا طيبين ومضيافين، وتسلم عليه يسلم عليك وتقول ليه مشي نتغدى معاك يقول لك زيد مرحبا بات كاع الا بغيتي. يعني هذه المساله هذه ديال الامان انا بالنسبه ليا ما كما قلت لكم الا لا كان شفار محترف هذيك هضره واحده اخرى، اما تكون غير غادي مثلا في حدا بلادك ولا في غادي كدور في الطبيعه وشي حد اللي يتعرض لك، هذه المساله هذه يعني ما كايناش. ومهم لحد الان هذه هي الطريقه ديال العمل ديالنا في المزرعه، وهكا غادي عندنا الامور الحمد لله. يقدر تبدل هذه الطريقه هذه من هنا عام عامين ثلاث سنين الله اعلم. المهم حنايا غاديين وكنتعلموا غاديين وكنطوروا غاديين كنغيروا الامور، كنحاولوا ان احنا نسهلوا علينا الخدمه ونسهلوا علينا المصاريف، ويعني كنحاولوا دائما ان احنا نبسطوا الامور باش ما يبقاش داكشي كونترينيون كتولي مبرزطو نتايا غادي للمزرعه ديالك. والفيديو ديال هذا النهار سالت كنتمنى انها تكون عجبتكم، كنقول لكم الى فيديو لاحق ان شاء الله. السلام عليكم.